يقول السائل: أنا معتمر وجهلا مني طفت أحد الأشواط بين حجر إسماعيل والكعبة، فهل علي شيء؟ ما تم طوافك، الشوط الذي دخلت مع الحجر هذا لا يصح، لأن الحجر من الكعبة، فمعناه أنك لم تطف بالكعبة، لازم يكون الطواف خارج الكعبة، والذي يخترق الحجر دخل مع الكعبة، فلا يصح هذا الشوط، فعليك أن تعيد الطواف، أن تعيد الطواف من أوله، لأنه انتقض وضوءك، لا بد أن هذا من وقته، وانتقض الوضوء، بطلت الأشواط الأولى، فلا بد أن تعيد الطواف من جديد. نعم.